نرجو الهدوء. بارك الله فيكم أخواتنا الفضليات، نرجو الهدوء. طيب خلينا نعدي اليومين اللي فاضلين على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. نحمده تبارك وتعالى حمد الطائعين الزاهدين العابدين، ونتوكل عليه توكل المخبتين، ونرجوه تعالى أن يشملنا برحمة لا نرجو سواها بدلا، ونرجو المولى العلي العظيم أن يجمعنا يوم القيامة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. آمين. مع الحبيب وآله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، حديثنا اليوم أحدثكم شيئا ما عن الإسلام وعظمته، وعن هذا الدين الحنيف الكريم الذي يتعرض لظلم كثير، ظلم من أعدائه، وللأسف ظلم من بعض ممن ينتسبون إليه. بس صدقوني الأخوات، والله إحنا مش سامعين حاجة. ها؟ أنتوا بتودعونا؟ اي مطول الصلاه انا اقول في حاجه مش والله شوف، يمكن الكبسه مش داخل مظبوط. امسك اتس ريكوردينج. اشتغل اشتغل الزك كان فاضي. الزك مش داخل مظبوط. نتكلم اليوم بمشيئة الله تعالى عن الإسلام، هذا الدين العظيم الذي ظلم كما قلنا، ولا زال يظلم ظلما بينا من أعدائه ومن أنصاره. وإذا تحدثت عن الظلم الذي يتعرض له الإسلام من أعدائه، فإن ذلك نلمسه ونلحظه جميعا شتى بقاع الأرض شرقاً وغرباً. لا يحبون أن ينتشر الإسلام، ولا يريدون لهذا الدين أن يكون هو المهيمن كما أراده الله تعالى. هذه إرادة البشر، ولكن إرادة الله ماذا؟ ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر. طيب، إذا أردنا أن نتحدث عن الشق الآخر، وهو ما يتعرض له الإسلام من بعض أتباعه، كيف هذا؟ صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اعلم أن الإسلام دين وسط. الله تعالى قال للحبيب صلى الله عليه وآله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. العجيب إن هذه الآية هي الآية رقم 143 من سورة البقرة، وسورة البقرة 286 آية. فكأن كلمة وسطاً جاية فين؟ في الوسط تمام. وهذا من إعجاز ألفاظ القرآن الكريم. طيب، ربنا سبحانه وتعالى أراد لنا أن نكون أمة وسطاً. ما معنى أمة وسطاً؟ يعني لا تفريط في الدين ولا غلو فيه. التفريط في الدين إزاي بقى؟ التفريط في الدين أن نأخذ بعضه وأن نترك بعضه. الشيء اللي يعجبني في الإسلام أخذه، واللي ما يعجبنيش باخدهوش، وبعدين أقول إيه هو كده. وكل واحد يزهد في دينه وينظر إلى من هو دونه. يعني مثلا اللي بيصلي مرة ولا اثنين في اليوم يقول لك الحمد لله ده أحسن من غيري، غيري ما بيصليش خالص. واللي مثلا ما بيحرصش على صلاة القيام يقول لك كويس اللي انا بصلي. ايه الزهد ده؟ بس زهد في ايه؟ فيما لا يزهد فيه. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا
قال لا حسد إلا في اثنتين. يعني إيه لا حسد؟ يعني لا استكثار ولا طمع ولا غبطة إلا في حاجتين. رجل آتاه الله القرآن فهو يقرأ به بالليل ويعمل به بالنهار، يبقى اللي حسده واللي قلده اللي بيطيع ربنا. ونمرة اثنين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الخير، يعني ربنا من عليه بمال واداله القدرة النفسية على أن يبذل في سبيل الله. وحتة البذل في سبيل الله دي ليست سهلة إلا على من يسر الله عليه. طب تعالى كده نشوف الاثنين دول كده، صلي على الحبيب. الأولان اللي هو رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به بالليل ويعمل به بالنهار، يعني كمان ما حفظش القرآن ونام، أو حفظ القرآن ليستأكل به الناس، أو حفظ القرآن لكي يقال قارئ، أو حفظ القرآن ليرائي به، إنما قرأه ابتغاء وجه الله فهو قائم به بالليل يعمل به بالنهار. طيب والطرف الثاني، الثاني هو رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الخير، فهو معه ماله ينفقه في سبيل الله، يريد أن يتقرب إلى وجه الله العلي العظيم، لا يجد باب خير إلا وجدته مشاركا فيه. دول الحاجتين اللي هم فيهم الحسد. إحنا بقى ماذا نفعل؟ كما قلنا ممكن نحسد على دنيا، يقول فلان ده قالوا كذا وعمل كذا وأنا أريد أن أفعل مثله، أو أن أكون غنيا مثله، أو أن كذا أو أن كذا، وإلا ما رحم الله كثير منا لهته هذه المطالب. فمن تقصيرنا تجاه الإسلام أن ننظر إلى من هو دوننا، مع أن سيدنا النبي علمنا، قال لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه، قال له انظر في أمور دينك إلى من هو إيه؟ فوقك، وانظر في أمور دنياك إلى من هو دونك. يعني في الدين ننظر لمين؟ اللي فوق، اللي فوقك على طول، تقول الله ده فلان ده زي زيه، بدأنا سوا ورحنا المسجد مع بعض، إزاي هو حفظ وأنا لسه؟ إزاي ما شاء الله بقى عنده كذا وأنا لا زال ليس عندي؟ أنا شايف ما شاء الله عنده من خير ربنا سبحانه وتعالى والإسلام في قلبه وفي بيته ومش عارف إيه، كيف أنا تأخرت عن هذا؟ فتغار فتقلد. يبقى تقلد ده في الناحية الأولى، مش تنظر إيه التواضع، يقول لك لا كفاية كده ونعطى الدنيا الدنية. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، ظلم الدين بيننا في أننا نريد أن ينزل الدين لظروفنا ولا نصعد نحن إليه. كل واحد جاي لك بمشكلة وعايز الإسلام ينزل عنه، إزاي عنه؟ يعني يعمل الحاجة الغلط وبعدين يقول لك حلها لي إسلامي. طب حلها لك إزاي؟ يقول لك والله يا عم الشيخ أنا بصراحة يعني عندي إنسانة بحبها جدا، ماشي، وبعدين يعني صراحة كده ما بقدرش أستغنى عنها. طب يعني عايز إيه؟ يعني سؤالك إيه؟ من الآخر، هات من الآخر، إحنا عايشين مع بعض. طيب عايشين إزاي؟ يقول يعني هنا أنت عارف إحنا مجتمع غربي عمال يلف إيه؟ قلت له يعني أنت من الآخر كده عايز أقول لك الزينة حلال؟ والله لو قلتها لك أكون قد خرجت من الإسلام. صحيح؟ أصل العاصي عند ربنا ليه توبة، إنما اللي يحل الحرام وهو يعلم أو يحرم الحلال وهو يعلم ده والعياذ بالله لا حظ له في الإسلام. بنسميه عندنا في الفقه نقول أنكر معلوما من الدين بالضرورة. يقول لي طب أعمل إيه؟ أصل ما أقدرش أستغنى عنه. يقول لي الأصل ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ أصل أنا مش عارف عندي كذا، أصل ظروفنا كذا، أصل مش عارف إيه، ويبتدي يجيب إيه؟ هو عنده إيه المشكلة؟ عنده بقية في قلبه من دين، بقية، بس البقية دي ضعيفة، فعايز يعمل إيه بقى؟ يقول لك إيه، روح للشيخ ده ورطه يفتي لك فتوى وعلقها في رقبته وإنت نام مرتاح. سيدنا عبد الله بن عباس لما كان يلاقي النوعية دي كان يقول لهم إيه؟ ارحلوا عنا ولا تجعلوا ظهورنا جسور تعبرون النار عليها. تحط ليش أنا جسر وإنت إيه؟
تعبر فوقي، فيريد أن يورطه في شيء، أو يأتي فيلتف في السؤال يمينا وشمالا ويصل إلى نصف إجابة ويقول هذه التي أخذتها عن فلان. يأتي أحيانا أحد ما يشرح الأمر صحيحا ولكن يعطيك السؤال كأنما يستنطقك الإجابة. يعني إيه مثلا؟ زي أنا مش عايز أقول أمثلة صريحة عشان الناس بتقول يعني إيه أنت خدت الحاجة وفضحتنا في الميكروفون وقلت للناس، مع إن بعمر ما بنقول أسماء ولا حاجة، لكن حتى الأمثلة مش هنذكرها كما هي، نسأل الله أن يسترنا جميعا. أنا بقول الكلام ده خلاصة جلوس مع بعض الناس من الإخوة ومن الأخوات، يقول لي أشياء والله يشيب لها الرأس شيبا، فلما أجد هذا أقول سبحان الله، هؤلاء يعني سبحان المفروض أنهم مسلمون كيف يتكلمون في هذا؟ دي في مسائل لو كانت عرضت مثلا على الصحابة الأولين والله كانوا قاتلون عليها بالسيف. لو كانت عرضت عليهم هذه المسائل، المسائل اللي الناس بتتكلم فيها وكأنما يحكي قصة، أشياء يشيب لها الرأس سبحان الله. فظلمنا للإسلام أننا نريد الشرع أن يخدم أهواءنا، وربنا قال لسيدنا النبي وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، يعني لا تستجب لهم لأنهم يريدون فتنتك، فتنتك عن بعض ما أنزل الله تبارك وتعالى إليك. طيب ده من التفريط في الإسلام. التفريط في الإسلام أن نتحجج بأشياء وهي، أو من السلبيات معلش اسمحوا لي، أن نكثر السؤال فيما لا يفيد وحاجة أنا ما بتعاملش بيها وأقحم نفسي فيها وأقرأ كتب وأشوف حاجات. مثلا واحد جه خواتنا مرة قبل كده وقال لي في أنواع من الخبز هنا تباع، قلت له طيب يا أخي جيد، قال والله هذا الخبز فيه نوع من الإنزيم أو الجيلاتين، وده برضو فيه نوع من اليوغرت الزبادي أو الأشياء دي برضو فيها نفس الشيء. قلت له طيب، قال الإنزيم ده جاي من منتجات من الخنزير. قلت له طيب هل عندك بديل يا أخي؟ قال ما شاء الله كثير. قلت طب ليه تسأل؟ ما دام عندك بديل دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولو ما عندكش بديل يبقى نبتدي نبحث المسألة ونشوف هل في ضرورة ولا ما فيش، وإيه المركبات وإيه المكونات. لكن ما دام الدين بتاعنا فيه سعة آجي في حتة ضيقة ليه؟ المهم بالأخير خالص في آخر ما قعد معايا أكثر من ساعة يناقش، في الآخر لقيته فيزيتور ومسافر بكرة بلده، لا حياكل إنزيم ولا حياكل حاجة، بس القصة كلها أنه جاي إيه يا أخي لحضرة النبي قال أحرص على ما ينفعك. ساعات يجي لك أخ من الإخوة بقى يقول لك أنا عايز أشوف الشيخ ده ميته إيه، يعني إيه؟ يعني عايز أشوف اتجاهه إيه، سلفي ولا إخوانجي ولا صوفي ولا إيه حكايته بالظبط. فيجي لك يروح سألك حاجات بقى، طبعا الأسئلة إحنا بنفهمها. أول ما جالي واحد فيه علي أبو النبي أمه كافرين ولا مؤمنين؟ الله يهديك يا ابني أنت بتسأل السؤال ده ليه؟ طب أيا كانت الإجابة في ماذا سيفيدك هذا؟ طب هل يجوز التوسل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجيب لك قضايا إيه بقى؟ خلافية ويقعد يغور. قلت له تعالى يا شيخ أنت هتسألني كذا وكذا، وبعد ما تسألني هتسألني في التوب يقصر ولا يطول، وبعدين هتسألني في حكم اللحية، وبعدين هتسألني النقاب فرض ولا سنة، وجاي يتكلم في النقاب فرض ولا سنة في فانكوفر اللي النساء ماشية فيها يعلم بها ربنا غير المسلمات، وجاي يكلمني في إيه؟ في نقاب من عدمه. هذا والعياذ بالله يعني مضيعة للوقت وإخراج عن جوهر الموضوع وتهميش لدور الإسلام الحقيقي. والمشكلة أن الفتن دي يقع فيها الكثيرون، وبعدين يعمل إيه تاني؟ يبدأ ينشغل بأشياء فرعية وينسى الأساسيات. والكلام ده مهوش جديد، اقروا حضراتكم في كتاب اسمه صفة الصفوة لابن الجوزي، ذكر أن رجلا ذهب لأحد العلماء قال له يا شيخنا
أنا أريد أن أحكي لك شيء. أقول يا ابني سؤالك إيه؟ قال له أنا زنيت والتي زنيت بها حملت من الزنا. قال يا أخي لما لم تستر على نفسك؟ كيف تحكي شيء مثل هذا؟ لا تقل لي أنا فعلت، إنما قل ما لو أنت حتى جاهل الحكم قل ما حكم الإسلام في كذا، لكن لا تقول، لأن إحنا ما عندناش اعتراف في الإسلام. أنت في الإسلام الشيخ زيه زيك وكلنا أمام الله سواء. إذا كنت عايز تسأل عن حكم شرعي ماشي. وبعدين الشيخ قال له يا أخي وهب أنك فعلت هذا الفعل الشنيع، فلما لم تعزل حتى لا تجمع إلى الزنا الولد؟ يعني ما عملتش واقي ليه؟ عشان ما يبقى الزنا مع إيه؟ مع حمل، فتكون حملت ذنب الحمل مع الزنا. قال له أصل نبئت أن العزل مكروه. قال له مكروه؟ طيب ومن قال لك إن العزل مكروه؟ لم يقل لك إن الزنا حرام؟ قال لك دي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الحال الذي للأسف الشديد عليه الكثير من المسلمين الآن، إلا ما رحم رب، يفعل الموبقات والكبائر كلها ويأتي فيسأل في أشياء دون أشياء. وسيدنا الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله قال في كتابه القيم إحياء علوم الدين، قال إذا رأيتم الرجل يشغل بالفرعيات ويلهى عن الأساسيات أو يفعل النوافل ويترك الفرائض فاعلموا أنه مفتون في دينه. ده عنده فتنة كبيرة فيه. إن الله لم يقبل نافلة حتى يؤدى الفرض، صح ولا مش صح؟ يعني خلينا احنا جينا النهاردة قلنا يا جماعة احنا ختمنا أمس، بلاش العشاء، كفاية علينا تراويح النهاردة، نصلي تراويح بس، تنفع؟ لو صلينا 1000 ركعة حتى تنفع؟ يبقى الفرض الأول ثم النافلة والأساسيات وبعد ذلك تأتي الفرعيات. وهذا التدرج في زمان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفقه الأولويات، أن تأتي بأولوية شيء قبل أن تأتي بنا. فهذا أيها الأحبة في الله من باب التنطع والتشدد في الدين. أحياناً يا أخي أيضاً تختلف الفتوى باختلاف المكان وباختلاف الزمان، وتحاول أن تنتقي الأيسر، وما يقال في هذا المكان ربما لا يقال في مكان غيره. سيدنا ابن عباس علمنا كده رضي الله عنهما، ده ترجمان القرآن. جاءه رجل يوماً فقال يا ابن عم رسول الله أفتني، هل للقاتل من توبة؟ قال له لا، القاتل ليس له توبة. بعدين الناس خلص. بعدها بوقت جاءه رجل آخر قال يا ابن عم رسول الله أفتني، هل للقاتل من توبة؟ قال له نعم. الناس قاعدة إيه؟ قالوا إيه التناقض ده؟ إزاي تقول الأول نعم وللتاني، أو تقول الأول لا وللتاني نعم؟ قال أما الأول فقد رأيت الغيظ في عينيه فهو ينوي أن يقتل فأتى يسألني. شوف الفراسة، شوف نور الله الذي يرى به. اللي جاي ده يسألني كده إيه؟ جاي متغاظ، يعني معناها إن في حد إيه؟ حد عمل فيه مقلب جامد وعايز يروح يقتله، ولكن أراد أن يسأل. فقلت أقول له لا لأنهاه عن شره. وأما الآخر فكان قد فعل ورأيت الندم في عينيه فلم أرد أن أغلق باب رحمة الله في وجهه. شوف الحكمة، إن هذا الذي يقال هنا لا يقال هنا. لذلك دائما دائما يا أحبابي أنا ضد إن الفتاوى تزاع على الملأ في الأمور الخاصة. يعني مثلا حد عمل حاجة خاصة كده، مصيبة ولا كارثة ولا شيء، يكتفي بأن يسأل عن نفسه وأمام نفسه. إنما الأمور العامة لا مانع من أن تنشر على الناس. طيب إحنا بعد الكلام ده إيه اللي علينا بقى نعمله وما نعملهوش؟ الفتاوى كترت والمشايخ بقوا كتير وبقينا ناخد الدين من كل من هب ودب، ماذا علينا كمسلمين أن نفعل؟ ما عليك يا أخي إلا أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأن تفعل فرائض الله
كما أمرك بها، وأن تجتنب نواهيه قدر استطاعتك، وأن تتقرب إلى الله بما تقدر عليه من العبادة، وأن تجعل قلبك نقياً سليماً نظيفاً. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا فعلت ذلك فأنت المسلم الحق. ولنتقي الله في إسلامنا، ولا نشوه صورة الإسلام. الدين وسط، والإسلام دين رحمة. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، إن هذا الدين سهل متين، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فإذا أوغلت في الدين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبطى. مين المنبت؟ المسرع المتعجل الذي يركب جواد ويريد أن يصل فلا يريح الجواد ولكن ينهكه، فهذا يموت جواده، فلا أرضا قطع ولا ظهرا أبطى. في حاجة تانية سبحان الله، في حاجات في الإسلام عظيمة جدا. تعرف حضرتك في أبواب كتير للخير، يعني إضافة للي أنا قلته لك ده. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة ماذا قال أول ما قال؟ أول حاجات قالها النبي في المدينة صلى الله عليه وسلم، قال: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وألينوا الكلام، وصلوا بالليل والناس نيام، وصلوا الأرحام، تدخلوا الجنة بسلام. كلام النبي ولا كلام أنا؟ يبقى نمرة واحد إيه؟ أفشوا السلام. لما تقابل حد قول له إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله، هتاخد أكل وثواب. ونمرة اثنين إيه؟ وأطعموا الطعام. ربنا قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسرا. ايه اطعام الطعام؟ يعني مثلا لما تجد افطار زي في رمضان، ربنا مقدرك ساهم شارك. حد يقول لي: انت جاي تقول لي الكلام ده في اخر رمضان؟ يا اخي الايام ده ان شاء الله الايام بتجري، هتلاقينا باذن الله بنستقبل رمضان بعد غمض العين وفتحتها باذن الله. دون طول لا تحزن، سياتيك ان شاء الله رمضان. ربنا يمد اجلنا واعمارنا وياتينا الصيام، ويأتينا رمضان آخر وآخر وآخر بإذن الله، ونحن في موفور الصحة والسلامة والعافية. فإطعام الطعام سبحان الله. الدين بتاعنا دين جميل أوي. تخيلوا أن يعمل الأكل عبادة، مش الأكل في ذاته، يعني تقديم الطعام للآخرين من شعائر الإسلام. إحنا عندنا طعام للزواج اسمه إيه؟ الوليمة. الله يفتح عليك يا حاج سعد. اسمه إيه؟ الوليم. وعندنا طعام للمولود اسمه عقيقة. العقيقة. طب ده في طعام لأهل الميت كمان لما يحصل ميت اسمه الوضيمة. اسمه ايه؟ الوضيمة. وعندنا طعام لما تروح نيو هاوس، بيت جديد، اسمه الوكيرة. سبحان الله، لأن الإسلام دين كرم، علمنا الكرم. هقول لك حاجة على الحتة دي كده. كان فيه مرة واحد شيخ كريم أو، فكان لما يخرج من الصلاة يصمم يعزم الناس عنده، وبعدين كان لهم جار اسمه كوهين من اليهود. فكوهين كان يلاقيهم ماشيين يقول: آجي معاكم؟ يقول له: تعال. يعني جت عليك؟ هقول لك لا ليه. وبعدين راح الشيخ مرة بيمزح معاه، قال له: يا كوهين، يعني أنا عزمتك كتير، أنت فيش تعزمني ولا مرة؟ قال: يا حبيبي حاضر، تعال بكرة تعزم عندي. فالشيخ متعود لما يروح يتعشى ياخد إيه؟ المصلين. كوهين روح البيت، عارفين بقى الجماعة اليوم. وبعدين بيبص من الشرفة كده لقى الشيخ جاي والمصلين معاه، قفل الباب والشباك وأغلق التليفون. الراجل قال: يمكن نايم ولا حاجة. يا كوهين، يا كوهين. فسأل الجار: كوهين في البيت؟ قالوا: نعم. قال: فلما لم يجبنا؟ فالشيخ قال: يا كوهين، ليس هذا من آداب دينكم في شيء. يا كوهين، إن سيدنا موسى لما نادى ربه رد عليه الله، فكيف أنت لا ترد علينا؟ فتح الشباك كده قال: يا حبيبي، موسى كان لوحده، ما كانش معاه بني إسرائيل. الشاهد أن إطعام الطعام هذا من شعائر ديننا، وبكرم وحب
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسرا. لما تقرا حضرتك في الجامع لاحكام القران تفسير القرطبي تلاقي الايات دي نزلت بسيدنا الامام علي وال بيته ستنا الزهراء رضي الله تعالى عنهم اجمعين. سيدنا الامام ذهب فاشترى شعيرا لاهله كي يطعمون منه واتى به البيت، فلم يلبث ان وضعه في البيت حتى طرق الباب سائل، فدعت الزهراء الخادمة أن يفتح للسائل فقال مسكين يريد طعاما. فجاء الجارية قالت يا سيدتي بالباب سائل، قالت أعطيه ثلث الطعام. وبعدين شوية تاني جالهم واحد قال إيه طرق الباب، قال يتيم يريد الصدقة، قالت أعطيه ثلث. فلم تلبس مليا حتى أتى آخر وقال أسير بالمسجد ولا طعام لنا نعطيه. حتى الأسير طبعا بيكون من غير المسلمين في معركة ومأسور في المسجد وما لقوش طعام، وطبعا الإسلام أول من وضع حقوق الإنسان، أسير بالمسجد وليس عندنا طعام نعطيه. فقالت الزهراء رضي الله عنها فأعطه ما تبقى من الطعام. فامتدحهم الله في القرآن ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. يبقى سيدنا النبي قال أول حاجة أفشوا السلام، ونمرة اثنين إيه؟ أطعموا الطعام. نمرة ثلاثة ألين الكلام. يعني إيه ألين الكلام؟ ما يبقاش الإنسان فظ، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وبعدين نمرة أربعة وصلوا الأرحام. نمرة خمسة وصلوا بالليل والناس نيام. لما نعمل ده يا رسول الله يكون ماذا؟ قال تدخلوا الجنة بسلام. الإسلام جميل وسهل ويسير، ونرجو الله أن يعلمنا أمور ديننا وأن يفقهنا فيها وأن يرزقنا وإياكم الفهم الصحيح عن الله وعن رسوله، وأن يجعلنا مبلغين عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن مخلصون مؤمنون موحدون. ونرجو الله أن يتوفنا على الإسلام. جزاكم الله خيرا للحضور وحسن الاستماع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. لا ننسى يا أحبابي غدا إن شاء الله ليلة الجائزة، نحرص إن شاء الله غدا ليلة توزيع الجوائز، لأن يعني ربما في الغالب تكون آخر ليلة من رمضان، أنا لست أدري، ولكن هي ليلة 29 ليلة وترية وربما تكون الليلة الأخيرة، فلنحرص على الحضور بارك الله فيكم، لأنها ليلة توزيع الجوائز اللي ربنا بيغفر فيها للجميع. نرجو الله أن يجعلنا من هؤلاء ولا يحرمنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.